شو الفرق بين البيض الأورجانيك والبيض العادي؟ حتى المصنع يسمي البيضة تبعيته أورجانيك لازم يتبع معايير معينة، يعني الدجاجة ما لازم تاكل إلا أكل ما فيه لا مواد اصطناعية لا pesticides لا أي نوع أو سماد اصطناعي، وزيادة عن هالشي ما لازم ينعطاها أبداً لا أدوية لا هرمونات عادة المصنعين بيعطوا للدجاجة، ولكن بس إلى حق تاخد نتفة أنتيبيوتيك إذا كانت ساخنة. فالأورجانيك هي إلى معايير معينة ليش لقى فينا نتناولها محل البيضة العادية.